الإسلام هو دين المحبة والإخاء والتسامح، وفي هذا الإطار ألقى سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية محاضرة عن الدين والدولة للعاملين في حقلي التربية والتعليم العالي بدار الأسد للثقافة في اللاذقية، أكد فيها أن الدين مجتمع وقيم الأصل فيه الاختيار، بينما الدولة مجتمع وقوانين الأصل فيه الإنسان. وشدد سماحة المفتي على تربية الجيل تربية أخلاقية قبل التربية الدينية، لأن السلوك هو الذي يجعل الإنسان مؤهلا لحمل العلم والدين. قلنا لأساتذتنا في الجامعات وفي التربية إن رسالتكم اليوم هي رسالة كبيرة، لأن ما حدث قبل سنتين ونصف غير ما سيحدث غدا، فسوريا انتصرت والحمد لله، هذا ما أراه عسكريا، فبقي انتصارنا الاقتصادي والفكري والثقافي لبناء جيل جديد. هذه المحاضرة كانت دليل عمل للعمل التربوي في القطر العربي السوري فيما بعد الأزمة. هذه الأزمة لابد أن تترك بعض الآثار على نفوس أبنائنا الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن، ولابد من أن نعرف آلية التعامل مع هؤلاء الأبناء لتخليصهم من آثارها. الدين لله والوطن للجميع، وبالتالي يجب أن لا يكون هناك تسييس للدين أو تسييس الإسلام، لأن الشتان ما بين الإسلام الصحيح والإسلام المسيس، والمسلم الحقيقي هو من سلم الناس من لسانه ويده. كما زار سماحة المفتي قرية عين البيضة في ريف اللاذقية، وألقى محاضرة في المركز الثقافي بعين البيضة، أكد فيها على أهمية تربية الأجيال على الأخلاق الحميدة. هل أعطينا أولادنا المناعة ليعرفوا أن ما عندهم من ثروة هو أغلى من كل ثروات الدنيا المادية والمالية؟ متى نعلم أبناءنا القيم والأخلاق قبل أن نعلمهم الدين والرياضيات؟ متى نعلم أبناءنا الصدق قبل أن يقرأوا الفاتحة في الكتاب؟ لرجال الدين الدور المهم في نشر الوعي وفضح الزيف وصد الهجمة التي يتعرض لها وطننا. لأخبار التلفزيون مازن مخلوف، اللاذقية.